صحيح. فكره مثلا يلا النهارده ان المواطن يبدا يلاقي على الابلكيشن ده كل حاجه بقى. يلا صيدليه، طب يلا مشتريات، طب يلا محلات، طب يلا مطاعم، طب يلا حجز اتوبيس، طب يلا مش عارف مستشفى، طب يلا مش عارف دفع، طب يلا بدفع كل حاجه على نفس الابلكيشن. انت بتحاول تقول له اعمل كل حاجتك من هنا، وبرده خد والنات، هتتعامل هتاخد نقط، هتتعامل هتكسب نقط، هتاخد النقط تاخد بدلها مكسب. فانت بتحاول دايما تحسسه ان هو كل ما بيشتغل على القنوات الالكترونيه اللي انت بتعملها له كل ما بياخد فايده اكتر فيبدا يستفيد بيها. حاجه كمان بقى من ضمن اللي عملناها واللي حضرتك اشرت ليها اللي هي اطلقناها امبارح، هي منظومه الدفع غير النقدي. حلو. ايه الفكره في ده؟ النهارده المواطنين اللي بيروح مثلا يدفع مخالفاته في المرور بيجي البريد بيدفع المخالفات بتاعته في البريد. صح. بيدفعها نقدي. تمام؟ ماشي. فبدات افعل له منظومه دفع بالبوينت اوف سيل او البي او اس، لان هو النهارده بالكارت بتاعه يقدر يروح يدفع كل بقى مخالفاته، كراسات الاسكان اللي هو بيشتريها او حاجات لاي خدمه من الخدمات اللي احنا بنقدمها. حلو. واحنا بنقدم خدمات كتير، انت قلت احنا بنقدم مليون حاجه. احنا بنقدم اكتر من 160 خدمه. خدمات ماليه، خدمات حكوميه، خدمات بريديه. عندي اسطول 1000 عربيه. احنا هيبقى في عندنا طيارات؟ بنطمح والله، بس يعني انا بحلم بالحكايه دي هو الفكره بس مش في كده، يعني كان في الفيلم الشهير بتاع توم هانكس، فطول الوقت انا عمال عين عايز ايجي بوست تبقى طياراتها تحلق في سماء العالم. والله هي تعتمد، بص هو ده احنا توجهنا الحالي برضو ان احنا بنركز قوي على موضوع التجاره الالكترونيه. وده اللي هو الاقتصاد الجديد زي ما بيسموه دلوقتي، معتمد على التجاره الالكترونيه. البريد المصري له هو الذراع الاكبر في التجاره الالكترونيه دلوقتي. صح. لان انت عندك اللوجيستيك ارم اللي هو بتقدر تعمل بيه التوصيل والطرود والشحن والكلام، والناحيه الثانيه انت عندك المنظومه الكامله بتاعه التعامل بالتجاره الالكترونيه. فلما تدمج الاثنين مع بعض تحت كيان زي كيان البريد تحت مظله وزاره الاتصالات، فده بيحقق لك الطموح اللي انت بتسعى اليه، خاصه ان ده برضو زي ما بنقول في توجه الدوله. فانت النهارده منظومه التجاره الالكترونيه لما توصل معاك ان انت يبقى عندك كم من التجاره اللي تقدر تنفذ بيها ويبقى عندك هذا القدره وهذا الكبر، تقدر ساعتها اقول لك بقى ممكن يبقى معانا طيارات كتير كمان.